ممكن تصدق في يوم ان الاعلان يكون سبب في انك انت تموت؟ دي اسطورة الغرفة الحمراء، اسطورة مش قديمة لانها مرتبطة بالانترنت، والاسطورة دي بتقول ان في نافذة اعلانية بتظهر لك فجأة اثناء ما بتكون بتتصفح الانترنت. النافذة دي بتحتوي على صورة فيها غرفة حمراء او خلفية حمراء مصحوبة بصوت غريب بيسألك هل تحب؟ لو قمت باغلاق النافذة دي هتظهر لك مجددا، وهيقول الصوت المرة دي وهو بيكمل عبارته السابقة هل تحب الغرفة الحمراء؟ لو ضغطت مرة تانية وقفلت الاعلان هيظهر لك قائمة فيها اسماء واسمك هيكون ما بينهم، ودي هتكون اخر حاجة تشوفها في حياتك. بيقولوا ان اي حد ظهرته النافذة دي لقوه تاني يوم ميت في الاوضة بتاعته، وجدران الاوضة بتاعته كلها ملطخة بالدم. الاسطورة دي ظهرت اول مرة في الانمي او رسوم المتحركة اليابانية. ظهرت النافذة لفتى مصحوبة بصوت فتاة صغيرة بتسأله نفس السؤال مرارا هل تحب اللون الاحمر؟ وبرغم ان الفتى حاول ان هو يوقف الصوت اكتر من مرة لكن الصوت ما توقفش، وحس فجأة بحاجة خلفه، وبعدين لقوه ميت في اليوم التالي بعد ان تلونت جدران غرفته بدمائه الحمراء. طبعا هنفتكر ان دي مجرد اسطورة، لكن في الاول من يونيو 2004 في مدينة اسمها ساسيبو بمحافظة اسمها ناجاسا وقعت حادثة عرفت باسم وقعة ساسيبو، هزت اليابان كلها بسبب غرابتها وبشاعتها، لان في تلميذة عمرها 12 سنة واسمها ساتوسي ميتاري اتعرضت للقتل على ايد زميلتها نيفادا اللي كان عمرها في الوقت ده 11 سنة. الحادثة دي وقعت في المدرسة خلال فترة الاستراحة، قامت نيفادا بذبح زميلتها وقطعت دراعها بالسكين بدون شفقة حتى الموت بسبب تعليق صغير كتبته ميتاري على النت صخر فيه من نيفادا، واللي خلاها غضبت جدا ودفعها ان هي تقتلها. ولما قبضوا عليها ما قالتش غير جملة واحدة انا اسفة. المثير في القضية دي ان المحققين عثروا على موقع انمي اسمه الغرفة الحمراء في حاسوب نيفادا، والبعض بيعتقد ان الموقع كان ليه تأثير شيطاني على الفتاة لان الاطفال عادة بيحاولوا يقلدوا اللي يشوفوه. عايزة اعرف منكم بعد ما سمعتم الاسطورة دي تفتكروا هي فعلا حقيقة ولا لا؟ عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات.